تجربة جديدة يخوضها فريق أكاديمي وخبراء في التنمية وناشط شباب من أبناء شبوة، تتمثل بوضع رؤية شاملة لتنمية المحافظة في كل المجالات، رؤية تمتد حتى العام 2025. وتمخضت هذه الفكرة بعد 8 أشهر من التحضير والمداولات لدراسة كيفية وضع آليات للاستفادة من الموارد المتاحة وترشيدها على أسس علمية. لك احنا انطلقنا من حاجة المحافظة، المشاكل نعانيها في المحافظة، وطبعا اتبع في هذه الرؤية التحليل الرباعي، نحدد نقاط القوة والضعف لدينا وما هي الفرص والتهديدات التي يمكن ان نواجهها مستقبلا. نقول بكل هذه في اطار عام يحدد لنا في الاخير ما نريد ان نصل او الوضع المثالي الذي نريد ان نصل اليه في العام 2025، طبعا مع تحديد الاليات. 5 محاور رئيسية تشملها الرؤية، وتتوزع مهام اعدادها على لجان فرعية لكل محور. وللاسبوع الثاني تواصل اللجان أعمالها لإعداد الصيغة النهائية للرؤية قبل موعد إشهارها. بالنسبة لآليات التنفيذ، احنا الآن نقوم بورش عمل لجمع الرؤية وصياغتها ومن ثم إشهارها في مؤتمر عام. نحاول أن نعمل إسناد شعبي وحكومي ومجتمع منظمات المجتمع المدني في كل محور، مجموعة من اللجان المتخصصة، مثلاً لجنة مثلاً المحور الاقتصادي تفرع إلى عدة لجان، منها لجنة النفط والغاز ولجنة الثروة السمكية ولجنة الثروة الزراعية وأيضا لجنة الموارد المالية. طموح يراود الجميع في محافظة تعد خزانا للموارد والثروات الطبيعية، لكن ثم تحديات كبيرة تحيط بهذا الطموح، ولذلك تعمل اللجنة التحضيرية على أعداد مسارين للرؤية، مسار للاحتياجات العاجلة والآخر لخطة طويلة الأمد. طبعا نحن لا نستطيع أن نخطط إلى مدى زمني بعيد ونحن نعاني مشاكل في الوقت الحاضر، بالتالي لابد أن نأخذ بعين الاعتبار ما يعانيه المواطن وما تعانيه المحافظة بشكل عام. لذلك نحن أوجدنا هذا المسار العاجل اللي هو من سنة إلى سنتين، حتى نعطي تدابير وحلول عاجلة للقضاء على بعض هذه الظواهر الموجودة والمشاكل الموجودة في بين هذا وذاك. ينتظر أبناء شبوة ما الذي ستسفر عنه الأيام وربما شهور قادمة، على أمل الوصول إلى الغد المنشود. إبراهيم حيدرة، قناة بلقيس، شبوة.